احنا من مدينه سكان مارتيل اول مره كنشوفوا هذا المنظر اللي وقع طلع بحال اليوم هذا كيف ما كتشوف، وخرج حتى تزاد الليل وهذا الشيء غريب وقع اليوم كيف ما كتشوفوا معنا، وهذا الشيء راه في سكان اليوم وخرجت الشارع الليل وكيف ما كتشوف اول مره كيوقع هذا الشيء في مدينه مارتيل. والسبب هو وصلوا حتى شي حاجه انا كيف ما كتشوف دابا بحر طلع شويه انت كتشوف خرج من حتى تزاد الليل، يعني باقي الاصلاح ما كاينش، ما كاينش حتى شي حاجه اللي كنشوفوا هذا الشيء. دابا حنا ساكنين هذا دابا 20 سنه حنايا، دابا حنا كنشوفوا دائما هذا الشيء هذا، يطلع ويرجع ويطلع ويهبطوا بداو نشوفوا. هذه هي الدنيا. حنا قرب الشاطئ ديال مارتيل واللي شد الصباح واحد الامواج شدت واحد الارتفاع اللي هو يمكن اول خطره تتجرى في المنطقه ديال المارتيل، لحقاش تجاوز ذاك الحاجز اللي ما بين البحر وما بين السكان، لانه خرجت الماء حتى جهه الديور، ويمكن هذه اول خطره كتوقع الدائره، والاسباب يمكن كترجع لهذه القضيه ديال الاحتباس الحراري اللي تيعيشوا العالم ماشي غير المغرب كامل. اسيدي عشنا هذا البحر، عشناه هذه شحال شنا هوك، دائما كيطلع بحال هكا كيجي الشرقي كيطلع دائما. شكرا لكم أعزائنا زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. للمزيد من الأخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.